اهلا بحضراتكم من جديد، وخلينا نقول ان احنا بقى عندنا شعار من امبارح موجود بشكل مكثف، الانضباط اسلوب حياه، والشعار ده هو اللي بيحكم شارعنا من امبارح. الحقيقه ان الملاحظات بتيجي من قبل المواطنين وسائقي سيارات الاجره وحتى سائقي الميكروباص، انهم لاول مره بيشوفوا لواءات من وزاره الداخليه موجوده في الكمائن ونقاط الارتكاز، وفي حركه غير عاديه في الشارع المصري في كتير من مدنها الرئيسيه، يعني زي القاهره زي اسكندريه وربما في المحافظات ايضا. الموقف ده بيقول إن في عين مهتمة ب يعني إعادة ترتيب الشارع المصري. طيب هل العين دي والأداء ده مرتبط بالحادثة بتاعة الكافيه؟ ولا ده كان منهج الداخلية يعني بتجهز نفسها ليه؟ وإحنا عايزين منهم إيه؟ إحنا كمواطنين لهذه الدولة، إحنا كمان عايزين إيه من أدوار وزارة الداخلية في علاقتها بينا كمواطنين وبالشارع؟ خلوني أخذ المسألة كلها لأهلها واروح لسيادة اللواء مصطفى أبو ليلى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية الأسبق، اللي بينورني. مساء الخير. مساء النور يا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا بيكي. خليني بداية كده أعرف يعني إيه الانضباط أسلوب حياة، وهل فعلا هي رد فعل على حادثة الكافيه ولا كان جزء من خطة داخلية مقررة تشتغل بيه؟ اسمحي لي في البداية ان احنا نترحم على الشاب محمود بيومي ضحية هذا الحادث الأليم. شاب خلوق، زي ما بنقول كده لما نوصف حد نقول ابن ناس، بيجمع كل الصفات الطيبة. انا اعرفه واعرف اسرته، تمام، انهم يعني بلدياتي. تمام. الله يرحمه يا رب. وعشان برضو نعرف السادة المواطنين ان هي المساله ما كانتش مشاجره او خناقه او من هذا القبيل، لا، ده شاب خلوق معاه خطيبته. كل جريرته ان هو لما لقى المنظر والابواب بتتقفل عليهم ومحدش يخرج، قال ان دي بلطجه. ما هو وصفها بالوصف اللي تستحقه، فقالوا طب هنوريك البلطجه تبقى ازاي. فطبعا احنا اول مره نعرف المعلومه دي. لا، حادث الحقيقه يعني هي كانت نتيجه مشاجره، كان اساسها انه وصف الاداء ده بانه بلطجه وانه اعترض على المينيمم تشارج. لا، ما اعترضش على المينيمم تشارج كمبلغ، هو لا يعنيه المبلغ في شيء، هو من اسره ميسوره وحالته جيده، ما بيعترضش كمبدا. لكن ان انا بعد ما انتهى المباراه ان انا اقفل الابواب وان انا اخرج الناس واحد بقى واحد عشان اتاكد انه دفع الحساب بتاعه، مش القضيه على الاعتراض على المينيمم تشارج. القضيه في ان هو الاسلوب اللي اتبع معاهم كشباب موجود وكناس موجوده وناس محترمه، ان يتبع معهم مثل هذا الاسلوب. تمام. فتلفظ بهذا اللفظ ان دي بلطجه، ودفع حياته ثمنا ليها. فاحنا بننتهز الفرصه برضه لنتقدم لاسرته بخالص العزاء. الله يرحمه. ومهما تم من إجراءات ومهما حدث من غلق للمقاهي أو إزالتها، أعتقد أنه لن يشفي غليل هذه الأسرة التي أصيبت في هذا الشاب في مصابيها دي. الله يرحمه. ندعو الله لهم بالصبر والسلوان، وأن يجعلهم من الذين قال فيهم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إن لو إن إليه راجعون. طيب أنا عايز أرجع تاني لموضوعي. الحملة دي حملة الداخلية قامت بيها ردا على هذا الحادث بهذا العنوان، ولا ده جزء من منهج الداخلية هتشتغل بيه؟ لا شك أن الحادث أحدث نوعا كبيرا من الرأي العام وأدمى قلوب المصريين جميعا، ولا شك أن الحادث له المردود اللي عجل بان يكون في حمله بهذا الحجم. الداخليه بطبيعه الحال بتتحمل اعباء كثيره. يعني هذه ليست مسؤوليه الداخليه في المقام الاول. المقاهي والفتح والتراخيص وفي مسؤوليه جهات اخرى. لكن دائما وابدا اي قصور في اي اجهزه من اجهزه الدوله، دائما وابدا الداخليه هي اللي بتواجه وهي اللي بتتحمل المسؤوليه.
مش عارفه، انا مش موافقه قوي، اسمح لي هقول لحضرتك. يعني ما ينفعش نقول كده في على الاطلاق انه اي تقصير بيحصل في الدوله هي الداخليه اللي بتتحمله. انا اعتقد حتى الوزير نفسه ممكن يرفض ده. والله يا فندم لو جينا اي مشكله بتحصل، لو ان مشكله في الصرف الصحي، الداخليه اللي بتشيلها يا فندم، مش الداخليه هي التي تتحرك وهي التي تحرك الاجهزه الاخرى معها. لان اذا ترتب عليه راي عام او ان الناس حصل فيها تجمهر او شيء من هذا القبيل، مين اللي هيواجه كل هذا الكلام؟ هي وزاره الداخليه. فاي مشكله ان لم تواجه بشكل جيد من الاجهزه المعنيه، ففي الاخر اللي هيتحمل تبعاتها برضه وزاره الداخليه. طيب تعالى نطلع من النقطه دي عشان ما تبقاش نقطه خلافيه. ماشي. حضرتك قلت انه الداخليه يعني اتحركت كنوع من رد الفعل اللي ساهم او ساعد يعني في اطلاق الحمله بتاع الانضباط اسلوب حياه، لكن كمان المنشور طول الوقت بيتكلم ان في مبادره من جريده الاخبار واخبار اليوم على نفس المشروع ده، وبالتالي ده بيقول ان كان في تفكير سابق على هذه الحادثة يعني بداية الاهتمام بعودة الانضباط للشارع المصري وترتيبه. هو لا شك طبعا احنا عانينا فترة الست سنوات منذ ثورة يناير حتى الآن، كان هناك جهود حسيسة بتبذل ومجهود خارق حتى نعيد الانضباط وأن الشرطة تتعافى وتستطيع أنها تواجه وتعود إلى ما كانت عليه، سواء في المواجهات السياسية أو مع الإرهاب أو مواجهات جنائية، وأن تعيد للشارع انضباطه ورونقه وهدوءه. ده موجود في سياستها، وكان المفروض أنه هو إن آجلا أو عاجلا، أنا بقصد أنه هو الحادث حرك المياه الراكدة. ممكن أكون أنا هاخد إجراءات مش بذات القوة والحماس اللي موجود حاليا اللي هو الحادثة دي حركته. إنما هو لا شك ان من يعني الداخليه من وقت لاخر بتعمل حملات نوعيه، بتستهدف الخارجين على القانون، بتستهدف ضبط الاسلحه، بتستهدف تجار المخدرات، بتستهدف كافه الانشطه الاجراميه اللي بترتكب على ارض وفي الشارع المصري. قد تكون هناك فترات فيها مواجهه كبيره وفيها تكثيف للجهود وحفز للهمم، وقد تكون في فترات اخرى اقل، لان ما فيش جهاز هيفضل مستنفر طول الوقت. طب خليني اسال حضرتك من واقع المسؤوليات اللي حضرتك يعني تقلدتها كمساعد وزير ومدير امن، لو قلت لك ايه هي نقاط القوه والضعف لوزاره الداخليه للمواطن المصري، وزع لي المهام كده علينا كلنا كاطراف علشان نعيد ترتيب الشارع المصري. طبعا الشعار اللي اطلقته الحمله ان الانضباط هو اسلوب حياة، لا يمكن ان انا اوصل للنتائج المرجوة في اسبوع. يعني النهارده بنقول اسبوع، الاخبار اعلنت هذه الحملة لمدة اسبوع، او الداخلية انها هتاخد الحملة دي اسبوع. انا اربق بالداخلية واربق بالاجهزة انها تكون الحملة لمدة اسبوع وتنتهي. يعني حضرتك شايف ان تحديد زمن كده ده مش صحيح، لن يحقق النتائج المرجوة. عشان انا اوصل للانضباط اسلوب حياة، هل نستطيع بالفعل أن نعيد الانضباط للشارع المصري ولا لا؟ وإزاي نعيده؟ وإيه المطلوب زي ما حضرتك تفضلت بالسؤال؟ إذا كنا عايزين نعيد الانضباط للشارع المصري، فبالقطع لابد أن تكون هناك إرادة سياسية. من مين؟ من الدولة في كافة أجهزتها، في إرادة أن نعيد الانضباط للشارع المصري. تكون الإرادة دي متوفرة عند كافة الأجهزة، مش الداخلية الوحيدة، الداخلية والمحليات وغيره وغيره. هنستعرض نقول دور كل أجهزة الدولة بما فيها الأسرة، بما فيها المدرسة، بما فيها كل الأجهزة المعنية. مش قلقان إن المواطن وهو بيسمعك يقول إن الداخلية بتوسع المشهد قوي كما لو كانت بتلقي بالكرة في ملعب كل الأطراف وتبرئ نفسها؟ لا، أنا مش ببرئ الداخلية، أنا بقول لو أردنا أن يكون الانضباط اسلوب حياه وسلوك يعتاده المواطن من داخله، ما هو الانضباط ده ممكن انا بطبيعه الحال تربيتي وسلوكي وتعليمي واللي شفته اكون منضبط من تلقاء نفسي. تمام. المرحله الثانيه ان يكون المجتمع ككل مهيئ
لانه يستهجن التصرف الخارج على القانون او المنضبط. بس دي حاجات بتاخد زي ما بيسموها خطوات طويله. اذا انا مع حضرتك، ما انا بقول ان الانضباط لن يعود في أسبوع. ويصبح اسبوع يعني احنا حياة. بندلل على كلمه الاسبوع. تمام. طب خليني استاذنك، تعالى نسمع المواطنين المصريين علشان انا ما اتكلمش بلسانهم كتير. احنا سجلنا معاهم وحاولنا نسالهم يعني عن التجربه ونشوف هم قالوا ايه وحضرتك ترد عليه. الحملة بتقوم بها وزارة الداخلية ماشي كويسة وكل حاجة، بس تعتبر مسكنات يعني، مجرد بس لما يمشوا كل حاجة بترجع زي واكتر، بيعوضوا الفترة اللي هي كانت موجودة فيها وزارة الداخلية. يعني أنا ساكن عند حديقة بدر، التكاتك مش بس الباقة المتجولين أو الباقة اللي هم بيفرشوا على الأرض، لا التكاتك كمان بتطلع لغاية جسر السويس بتقفل الطريق، ما بتخليش أي مرور رايح ولا جاي. فيا ريت حتى يبقى في حد بصفه دايمه موجود، او حتى يعني كل 4 ساعات او 3 ساعات، عشان هم اول بيستنين اول ما بيمشوا بيروحوا راجعين تاني. بالنسبه للحملات اللي قامت بيها وزاره الداخليه عشان انضباط الشارع، لازم اول حاجه بس الباعه الجايلين. احنا النهارده انا ساكن في شارع اسمه جمال عبد الناصر في جسر السويس، الشارع ده بينزلوا حملات فعلا، الحي بينزل والداخليه بتنزل وبتنظف، وبعد ساعتين بالظبط بيرجعوا يفرشوا تاني ويقفلوا الشارع تاني، وبعدين يجوا بعد شهر كده برضو نفس الكلام. احنا محتاجين بقى الحملات دي بشكل دوري، لو نقدر نخليها كل يوم بس لحد الشارع ما يتظبط، وعشان الباقة الجايلين برضو ممكن نوفر لهم اماكن زي ما عملنا كده المواقف الميكروباص يعني. بس ياكل الحملات دي تبقى مستمرة حتى لو شهرية كمان او اسبوعية مثلا، او يخلوا في اماكن لوزارة الداخلية ثابتة او ناس مدنيين حتى كمان، بحيث يتعاملوا مع الناس ديت، وخاصة في الأماكن الشعبية لأن هي مصدر مشاكل، ويبقى ليهم مثلا ناس سريين يعرفوا الناس البلطجية، الناس اللي بتتعاطى الحاجات دي عشان ينقوا المجتمع منهم. الشعب المصري هو تعود كده يعني، تعود المصري خلاص بيحب الرقابة يعني، طالما ما فيش رقابة عليا ما فيش. وبعدين لازم يبقى في تنفيذ قانون، عندنا قوانين بس أهم حاجة تتنفذ وتتنفذ صح. اما يجي مسؤول يمشي تلاقي الشارع ده منضبط، طب ليه؟ هل المسؤول ده مش زيه زيي؟ مش زي، مش هو مواطن وانا مواطن؟ المفروض انا لازم امشي في طريقي، امشي في طريقي يبقى كويس. الحمله دي لو تبقى يوميه تبقى افضل، لان هم لما بينزلوا فترات من الزمن كده بيبقوا اصلا الباعه الجاهلين مستنيين، عارفين ان الحمله، عارفين ان الحمله هتيجي، فبيبقوا محضرين لها. انما لو هي كل يوم دوريه دي هتبقى افضل بشكل ممتاز جدا. اهلا بحضراتكم من جديد. سياده اللواء، واضح ان المواطن المصري لامس الفكره اللي حضرتك اكدت عليها، ان فكره اسبوع دي يعني كلمه مطاطه شويه او غير دقيقه، وزي ما حضرتك شفت هم اكدوا انهم عايزين المساله اذا هي حقيقيه مش مجرد شو، فهم عايزين عمل دائم ومستمر. حضرتك تقول لهم ايه؟ نرد نقول لهم ايه؟ شوفي حضرتك، كل مشكله لها جوانب متعدده. موضوع الباعه الجائلين اللي بيقولوا عليه، ما أنا لازم أوجد البديل زي ما حصل في وسط القاهرة وتحقق بالفعل، أوجدنا أماكن بديلة للباعة الجائلين ونفذنا القانون ومنعنا وجود الباعة الجائلين في وسط البلد. رمسيس. إذن هنا زي ما بقول لحضرتك إن في إرادة وفي تجربة هي نجحت، وفي تجربة نجحت، بس إيه، وفرت البديل للناس. ما إحنا برضو مش عايزين الناس، ما هو بياكل عيش والناس عايزة فرص عمل، فأنا ما بحرموش من هذا، لكن أنظم تواجده، أعمل أسواق معينة ألم فيها الباعة الجائلين وأقول بقى هنا ممنوع، وأضرب بيد من حديد وأنفذ القانون وأطبقه. أنا عايز أقول لحضرتك إن تطبيق القانون ما هوش صراع مع المخالف وتنفيذ بشكل عدائي وأستعد المواطن علي. أنا واحد من الناس ليا تجربة وانا في الاسماعيليه عشان اطبق قانون المحلات العامه ده، عملت توعيه لاصحاب المحلات واديت انذار ان انا هبدا اطبق اعتبارا مثلا من الاسبوع القادم، وعيته بان المحلات العامه لها مواعيد للفتح والغلق. القانون بيقول كده، الناس النهارده اللي بتسهر للصبح، القانون بيقول ان المحلات العامه شتاء من 6 صباحا حتى 12 ليلا، ومن 5 صباحا صيفا
حتى الواحدة صباح. اللي يخالف هذا يطبق عليه القانون. فبدأت أعمل الكلام ده وأنا مدير أمن الإسماعيلية، ومع أول التطبيق قلت تجاوزوا عن ساعة كمان، وعد كده أقول له أنت هو الساعة بقت واحدة وأنت لسه ما قفلتش. واحدة بواحدة بدأنا نعمل محاضر، وما ما تصطدمش بالمواطن ولا بصاحب المقهى ولا بصاحب المحل، قول له أنا مريت عليك أهو الساعة بقت كام، الساعة واحدة ونص وأنت ما قفلتش. يروح تعمل له محضر في القسم، يستدعى يسأل ويعرض على النيابة. القانون بيقول إن اللي ملوش ترخيص يغلق إداريا، مش مستني أعمل له قضية ولا محضر ولا حاجة ولا موقف من النيابة، ولا موقف من النيابة، غلق إداري لعدم لإدارة المكان بدون ترخيص. تمام. في تعاطي مخدرات أو في ألعاب قمار أو في أو في، بعمل له محضر وبتعرض على النيابة، والغلق وجوبي في مثل هذه الأمور. فتح بعد الميعاد إذا تكرر منه مرة والتانية، المحكمة نفسها والنيابة، المحكمة لما بتقدم بتدي له غلق. طيب. وأستطيع أن أتقدم للسيد المحافظ بالكلام ده بليستا. طيب. ويديها غلق. هيبقى المواطن المصري محتاج من حضرتك إجابة بعد الفصل اللي هنروح له، لما في القانون بيدي هذه الصلاحيات للسيد مدير الأمن، لماذا لا تطبق إلا بعد وقوع الكوارث؟ بس بعد الفصل. اهلا بحضراتكم من جديد. سياده اللواء مصطفى ابو ليلى، كنت بسال حضرتك، المواطن المصري بيقول اذا في القانون بيمنح مدير الامن هذه الصلاحيات، اللي بيخلينا ما بنشوفش التطبيق ده الا بعد كارثه؟ هو طبعا ليس دفاعا عن الداخليه، ولست هنا بمقام الدفاع عن الداخليه، ولكن لو كلنا نعلم حجم الاعباء الملقاه على الداخليه، وليس هذا هو عملها الوحيد. رجال الوحدات المحلية والحكم المحلي اللي هم في وحدات الرخص المختصين بالتراخيص لهم سلطة الضبطية القضائية، يعني نفس السلطة اللي هي عند رجال الشرطة ممنوحة للسلطات ممنوحة المحلية. زي مثلا لما نقول مفتش تموين المدني، ما هو عنده سلطة قضائية ان هو ينزل في الاسواق ويزبط. بس عارف سيادتك يعني انا اسفة، ما بنخافش بس يعني ما هو لو فضلنا كل واحد يقول الكرة مقسومة بين ده وده هنفضل طول الوقت عندنا. انا بداية قلت ايه، ما احنا ما بندافعش وفي نفس الوقت يعني ما بنقولش، لكن لما نقول حجم الاعباء الملقاة عليه يوميا، وانت متخصص، لا بس ده جهاز كبير، مش هو المتخصص، على الأقل قدامنا إحنا مش هو المتخصص. خليني أستاذن حضرتك، هروح للدكتورة سوزان حسن، وهي واحدة من سكان حي النزهة، واللي كان عندها نضال سابق في محاولة التعامل مع المحليات علشان ضبط شارع النزهة من تحويل الطابق الأرضي فيه إلى مقاهي، يعني كان لها تأثير على حياة السكان. واحنا هنا هنكون للمرة الأولى بنسمع رأي المواطن المصري، لأن مش معقول بعد الحادثة المشهد ينقسم إلى ناس بتتكلم على قتيل المقهى وناس بتتكلم على ملاك المقاهي، والمسألة تحولت وكأن مفيش ناس هم السكان الأصليين الحقيقيين لهذا الحي. مساء الخير دكتورة، وخليني أسمع من حضرتك. فتحنا الملف ده قبل سنة ونص تقريبا، وكان فيه نفس المشهد، تكسير لبعض المقاهي ومحاولة يعني ضبط المسألة، ولكن عادت ريما لعادتها القديمة والحي اشتغل بطريقته. خليني أسمع منك. مساء الخير الأول. مساء الخير. وأنا بشكر حضرتك أستاذة أماني علشان حضرتك ادينا فرصة ان احنا نعبر كسكان عن المعاناة اللي عشنا فيها من 2012 تقريبا. وزي ما حضرتك قلتي، هي فعلا كانت مشوار طويل ابتديناه مع الحي ومع الملاك ومع المستأجرين ومع يعني احنا بصراحة دقنا عذاب غريب.
احنا بنتكلم على انضباط الشارع، احنا كان عندنا كل المخالفات اللي ممكن حضرتك تتصوريها واللي ممكن ما تتصوريهاش. لما منطقة يفتح فيها 15 كافيه من 2012، الشارع بتاعنا المفروض ان هو يعني راقي محترم هادي، فجأة يتحول الى عشوائيات، من بلطجة المنادي العربيات للرواد ذات نفسهم بتاع الكافيهات اللي كانوا طبعا بيعملوا حاجات غريبة جدا، ممارسات غريبة جدا كنا بنشوفها في الحي عندنا لأول مرة، لدخان الشيشة اللي وصل لحد أوض نومنا. احنا ما بنقدرش نفتح الشبابيك زي بقية البني آدمين. العربيات والتكدس المروري الرهيب اللي كان بيحصل تحت البيت، والكلاكسات اللي كانت بتستمر لحد الساعة 3 و4 صباحا، مع التلفزيونات اللي مفتوحة على أغاني. يعني أنا مش قادرة أقول لحضرتك إحنا شفنا إيه وعيشنا إزاي. إحنا بننزل الشارع دلوقتي مش مصدقين نفسنا، بعد ما اتقفلت الكافيهات أو اتكسرت مش مصدقين إن ده الشارع بتاعنا، مستغربينه، لأن إحنا عشنا في دمار، إحنا تحولت حياتنا الجحيم. أنا عايز أقول لحضرتك بس حاجة، إنه الموضوع مش بس اللي فجره الحقيقة موت المرحوم الشاب محمود، إنما هو كان من زمان، وإحنا من 2014 وإحنا جه الحي وكسر الكافيهات اللي في الشارع عندنا بالفعل. بس الحقيقة ما كانش فيه قوانين لسه أصدرت علشان يعني يبقى فيه حل رادع أكتر من كده. و 2014 اتكسروا واشتغلوا بالليل في نفس اليوم اللي اتكسروا فيه. فالوضع طبعا كان فيه الحقيقه صدور القوانين اللي نزلها مجلس الشعب دي ساعدت الحي ان هو ياخد اجراءات اكثر صرامه، لكن هو فعلا كان فيه تحركات سابقه، مش بس موضوع القتل والكلام ده، ان كان فيه حملات قامت بيها الحي الحقيقه مع اللي هو احمد تيمور والرئيس الحي استاذ ابراهيم صابر في اغسطس تحديدا اللي فات، قاموا بحملات وعملوا برضو تشميع لبعض الكافيهات وادوهم انذارات ان هم دلوقتي مخالفين، واذا ما تحركوش وقفلوا الاماكن دي هتضطر ان هم يزلوها. عشان انا برضو بستغرب جدا من الناس اللي عماله زعلانه جدا من موضوع الازاله. طيب دلوقتي في اكتر من مرة حذروهم، لدرجة ان في بيانات نزلها الحي، والاستاذ ابراهيم صابر طلع في اكتر من جورنان وقال انا بديكم مهلة علشان تحسنوا اوضاعكم او المخالف منكم وبدون ترخيص يقفل فورا. كل ده حضرتك ما كانش له اي صدى عندهم خالص. طيب كان الموضوع غريب جدا، مش عارفه ايه كم التحدي للقانون. طيب خليني اروح لاهل القانون وللواء مصطفى ابو ليلى واسال، اذا الحي اهو قام بدوره وعمل الانذارات والبيانات وفقا للسكان وكانت النتيجه انه الدنيا بتمشي، خليني اقولها لك بلغه المواطن العادي، احيانا بيبقى عنده محامي شاطر ويقدر يتلاعب، واحيانا بيبقى مسلك اموره مع امين او غيره، يعني حاجات من هذا النوع، زي ما ده واقع احنا بنعيشه. في المشهد ده هل احنا زي ما قبل كده اتكسرت المخالفات دي واشتغلت بالليل في 2014 المشهد هيتكرر، ولا اللي حضرتك كنت بتتكلم عليه اللي هي فكره الاراده دي بقت موجوده دلوقتي، فاحنا هيبقى عندنا حاجه تخلينا بنتحرك واحنا متاكدين ان الشارع معانا؟ حضرتك الأصل في القانون إن في الأول إن في شوارع مسموح فيها بالترخيص بمثل هذه المحلات، وفي شوارع غير مسموح فيها بالترخيص. حلو من الأصل. حلو جدا. جميل. آه. يبقى إذن المقاهي والكافيهات اللي بتفتح في شارع زي النزهة، حتى شارع لو أن شارع النزهة محدد له عدد من الكافيهات، لن يكون بهذا الحجم. بالظبط. بتبقى اعداد، القانون والمحافظ بيحدد اعداد المحلات اللي بتفتح في الشوارع واسماء الشوارع اللي مسموح فيها بفتح مثل هذه المحلات. اللي حصل انهم موجودين. ما هو موجود، يبقى انا الغلق الاداري ده مش محتاج اي حاجه. مين اللي ما بينفذوش؟ اللي المفروض اللي بينفذه الحي في المقام الاول، اللي معاه ضبطيه قضائيه،
ان هو المفروض محل طيب. بيوضع بدون ترخيص. هسأل سؤال تاني، ايه قانونية الهدم ده؟ الهدم ده اللي هو البلدوزر اللي كسر، هو اولا عشان ياخد ترخيص يجب ان يكون المكان حاصل على ترخيص تجاري، ما ينفعش انا اجيب شقة سكنية واحولها وده اللي منتشر وموجود. ايوه ده اللي وبالتالي حاصل، وبالتالي مش هياخد ترخيص. فاذا كان هناك تمام. مخالفات بناء وتمت بدون ترخيص فيبقى الهدم بتاعها قانوني، قرار إزالة. انا النهارده جيت زي ما بيحصل في العمارات دي، باجي اعمل سور كده عشان مثلا بوابة العمارة ابعد عنها، وعشان يعني حضرتك تقصد ان هدم الكافيه ده الانشاءات اللي هو اقامها او تندات في الخارج استغلال الرصيف وسفلته والكلام ده كله، كل ده بيبقى مخالف ويستوجب الإزالة. وبالتالي هذا الأداء وفقا للقانون يستوجب الإزالة. يستوجب الإزالة. طيب هستأذنك أروح للدكتورة سوزان، عايز أسمع من حضرتك كلمة أخيرة. توقعك إن المشهد المرة دي هينتهي كما انتهى في 2014؟ في الحقيقة لا. يعني أنا حاسة كده إن الموضوع مش هيبقى زي 2014، لأنه في سبب قوي جدا دلوقتي، إن في حالة غليان جامدة جدا في الشارع المصري. وعلى فكرة حضرتك، هو المشكلة مش مشكلة مصر الجديدة بس، في عندك في المعادي، في المهندسين، في الزمالك، في كل حتة، في مدينة نصر الموضوع منتشر، عامل زي السرطان اللي توغل في المجتمع المصري بتاعنا. إحنا يعني عملنا حملة اسمها نقاطعهم لحد منزلهم، يعني دخلنا في حملات عشان نقدر نقضي ونساعد على ان احنا تنفيذ القانون. طيب انا بشكرك، فما اعتقدش دلوقتي ان بعد حالة الغليان اللي وصل ليها الشارع المصري. انا بشكرك دكتورة سوزان حسن، واحدة من سكان حي النزهة ومن ناضلوا من 2014، وبشكر حضرتك سيادة اللواء مصطفى ابو الليلة مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية الاسبق، بشكركم شكرا جزيلا. وبقول لكل السادة المشاهدين، علشان كل محاولات التشكيك في أنه عمليات الهدم ربما يكون جزء منها خارج إطار القانون، أعتقد إحنا عندنا وضوح رؤية الآن بأن أي حد مد بتندة أو غير في بلاط الرصيف، الرصيف حق للمواطن المصري مش حق للمقهى، وكل الكلام ده بيتم خارج إطار القانون حتى لو هو عنده ترخيص بمقهى. دي نقطة مهمة. النقطة الثانية اللي مهمة جدا اللي قالتها الدكتورة سوزان في الحقيقة، انه فكرة ان فجأة المواطن والشاب المصري يبقى ما عندوش اي وسيلة للانتاج اللي طول الوقت بنتكلم عليها علشان دولتنا تعدي، محتاجين نعزز قيمة العمل. فاحنا ما بنشتغلش اي حاجة غير ان احنا نفتح قهوة نضيع فيها وقت لتلاتة اربعة الصبح، نشرب فيها شيشة، والمشهد اللي بقى كلنا شايفينه سواء في شوارع جانبية أو حتى في شوارع رئيسية. يبقى الأمر زي ما سيادة اللواء قال، المسألة عند الإرادة السياسية للدولة المصرية. هل تم مراجعة من أصدر هذه التراخيص فيتسلم للرقابة الإدارية ونخلص؟ عندي مشكلة هامة جدا لكل اللي مهتمين بالبلد دي، لما بنقول لوزارة الداخلية بتقول أصل المسألة في ضبطية قضائية عند المحليات، لما بنكلم المحليات بتقول القوانين بتمنحنا هذه الصلاحية ولا تمنحنا تلك. جزء أساسي من وباء النظام الإداري المصري هو تفريق الدم بين القبائل، ما عندناش طرف أو جهة أو مسؤول نقدر نتعامل معاه لوحده، طول الوقت احنا مطلوب مننا نتعامل مع الجميع، وبالتالي كل واحد هيشيل حتة قد كده فيبقى مفيش مسؤولية. أعتقد يا رب إن إحساس دكتورة سوزان يكون حقيقي، إن المشهد المرة دي يستحق إن احنا يكون عندنا قرار واضح بإرادة سياسية من الدولة المصرية. حتى يتجدد مع حضراتكم اللقاء غدا، لكم مني كل التحية.